الشارقة أولا عن طريق جاكارلوس في بداية الشوط الثاني بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. بالتأكيد سيكون التعادل. الأهلي عادل النتيجة عن طريق الشير سعيد بعد كرة رائعة من أحد نجوم الفريق السياوي. حصل الشارقة على طرد واستغله الأهلي وسجل هدف التقدم وهدف النقاط الثلاث وهدف الفوز عن طريق الجرافيتي.